عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب السعديين في كل مكان. وحشني أوي أوي والله، وسامحوني أنا بتأخر عليكم في الفيديوهات والله، عشان بيبقى ورايا شغل وكده وكلام من ده، بس أنا بحب أتواصل معاكم وبحب كلامكم الجميل يعني وردودكم الحلوة والله. فالنهاردة كنت عايز أقولكم معلومات عن الصيف في ملاحات برج العرب. إن شاء الله الموسم هيبتدي بإذن الله، بس برضه هقولكم تروحوا إمتى عشان برضه تروحوا تاخدوا سمك وما حدش يروح على الفاضي. بس اقول لكم شويه معلومات كده مهمه لازم تعرفوها. يعني اولا نصلي على النبي، حلوه صلاه النبي تملى القلوب، ياما يا عم صلي على النبي تلاقي اخر ياما. لو انت رايح بالعربيه ما تسيبش عربيتك الازاز مفتوح ورا وتقعد تستارت، لان في ناس كذا مره يعني سرقت هناك. ما ينفعش تسيب عربيتك وتقعد تستارت، او تسيب الازاز مفتوح تقول اهوي العربية عشان الشمس والحرارة وكلام من ده، لا ما ينفعش. في ناس اتسرقت والحاجة بتاعتها ما لقيتهاش. ثانيا اقعد في مكان يكون فيه ناس، ما تقعدش لوحدك، يعني ما تروحش مثلا تقعد في حتة منعزلة عن الناس، نقي المكان اللي فيه ناس واقعد جنب منه. مفيش حاجة اسمها مكان فيه سمك ومكان مفهوش سمك، كلها فيها سمك. اما السمكة بتشتغل تشتغل في كل مكان، فاقعد في مكان يكون جنبك ونس، جنبك عربيات تانية، يعني متقعدش لوحدك. ثالثا ما تصطادش بالليل، يعني ما تجيش بعد المغرب وتقول ايه اقعد بقى اصطاد بالليل، بلاش بالليل خالص، يعني اول ما الدنيا دوبك تظلم كده شوية خلاص، يعني يا دوبك المغرب يقول الله اكبر ما امشي ما تقعدش. ما ينفعش تقعد في الحتت دي، ما ينفعش تقعد فيها لوحدك او تقعد فيها بالليل. طبعا هديكم فكره بس سريعه عن العده، طبعا انا شارحها في فيديوهات قبل كده. العده بوصه 5 او 6 متر، تمام كده، الاتنين شغالين معاك، والشعر الاساسي 20 او 25، والارمه من 10 ل 15، الشعر تحت 10 15. طبعا انا وصفها بالظبط، وبتحط الفله فوق ال بتبقى قريبه من العيار على طول، تمام كده، ومن غير رصاصه تحط مدور بس. السن 7 ملوي، وبرده قايل لكم عليه ايه اللي هو 7 ملوي الامين، تمام. نيجي بقى للطعم. الطعم عيش فينو، ووصف لكم تطعمه ازاي وتعملوه ازاي برده هناك، عشان ايه يعني محدش يقول الطعم من عيش فينو بيلو ومش لا لا مفيش الكلام ده خالص. العيش الفينو زي ما هو، وتجيبه طازه، ما تجيبهوش مثلا يكون بايت في الفرن، تخش على الفرن تلاقيه مطلعه في الصاج الصبح بدري، تاخده منه تروح تصطاد عشان يعلق معاك في السن حلو وما يبوش معاك في الميه بسرعه. طيب هنروح امتى بقى نصطاده؟ عايز تروح تصطاد عشان تاخد سمك، خلوها بعد رمضان. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. خلوها بعد رمضان يا جماعه، بلاش دلوقتي لان لسه برضو الميه ساقعه والسمكه مش واكله، يعني اللي هيروح دلوقتي هياخد سمك صغير ولا حاجه بس، اما السمك الاحجام الحلوه بعد رمضان. وهقول لكم برضو الوقت بتاع الصيد اللي بتاخد فيه سمك هناك مظبوط امتى. طيب بالنسبه للناس اللي بتروح مواصلات، وانت رايح مواصلات سهله، يعني المواصلات هناك ممكن تروح سهل، اما بعد ما تخلص بتبقى صعبة، وطبعا بتبقى متفرهد، فيستحسن يعني مثلا احنا رايحين تعال انزل معانا مثلا، واحنا مروحين هناخدك معانا مثلا للكيلو 21، في حد من حبايبنا مثلا قاعد جنب منك مع عربية هياخدك معاه مثلا يروحك لل 21، المواصلات هناك في الكيلو 21 يوم. اما المواصلات من عند الملاحات صعبة شوية، هتلاقي وكل حاجة بس هتمشي مسافة كبيرة عشان تطلع عند طريق اسكندرية مطروح تركب منه، أو المواصلة من قدام الملاحات، فطبعا صعبة شوية. والمكان اللي هو كويس وبيبقى ونس والسمكة فيه كويسة اللي هو الجنب بتاع كارفور اللي على اليمين وانت جاي من طريق اسكندرية مطروح، وانت نازل على اليمين بعد كارفور بشوية على اليمين، هو ده الجنب اللي فيه سمك كويس. أما الجنب الشمال فطبعا هو مش شغال كويس. طيب الوقت الكويس اللي انت هتروح تصطاد فيه وامن من الفجر للمغرب، بعد كده ما تسهرش او تقول هبات على المية
او السمكه بقى تزغلل عينك تقول ده في سمك وتنك قاعد لغايه بالليل، بلاش بلاش تقعد بالليل. طيب اي حد طبعا هناك هيقول لك كلف نفسك، خد دود نار وخد برغوت حي وخد دود رز وخد دود مش عارف ايه وخد نطاط وبتاع، كل ده يا جماعه ما احنا جربنا كل الحاجات دي، تكلفه على الفاضي، ما فيش حاجه هتاخد بيها سمك. ممكن مثلا تغلط معاك قروصه كلام من ده، بس لو انت رايح على بولتي بلاش تاخد الحاجات دي خالص، مش هتشتغل معاك اصلا، تاخد سمك صغير بس. فالطعم هناك يستحسن، خد العيش الفينو الطازه وهتشتغل. طيب بالنسبه للقروص، لو انت عايز القروص شغال جنب منك وحاسس ان في قرص في الميه، ممكن تعلق سمكه صغيره كده تكون مطلعها بس تكون حيه، تعلقها في سن كده كبير شويه وترميها بالمكنة جنب منك، تسرحها جنب منك كده، ممكن تخش عليها قروصة. طيب ممكن برضو يخش عليك قروص وانت شغال بالفين، لان بيبقى ملموم عليه السمك، ممكن القروصة تخش عليه، يعني في ناس خدت ياما قروص بالطريقة دي. طيب يا تشتغل كاست بقى وانت ورزقك، يعني ان شاء الله، يعني كل واحد بياخد رزقه يعني. طيب بالنسبة للبوري بتشتغل عليه، طبعا الناس اللي هي صيادة البوري طبعا عارفة، وانا وصفت البوري بتصطاد ازاي، بتزفر طبعا، بتقعد في مكان هادي، ويا ريت ما تتنكش واقف، لان البوري يعني صيده حساس شوية، يعني تقعد في حتة كده وتتنك قاعد وتزفر له وتشتغل، طبعا تعمل العجينة بتاعته وتشتغل عليه بالراحة، هتاخد بوري. بس طبعا هو مش شغال دلوقتي، يعني هو شويه كده مع البولت برضو الاتنين بيشتغلوا مع بعض. يا اما الطريقه التانيه اللي الناس شغاله بيها، يعني انا مش مستحباها بس يعني ماشي، لو انت عايز اللي هو التشميط، بتعمل الشلاليت فوق بعض وبتشمط عند المواسير. المواسير دي ايه بقى؟ هي بتبقى جايه من الجنب ده للجنب ده، اللي هي بتاعه الميه، المواسير بتاعه الميه دي اللي بتشتغل منها بوري محترم. اما غير كده هتشمط في قدام منك، مش هينفع. اللي قدام منك ده تقعد في حته هاديه وتشتغل بالبوصه، ولازم يبقى معاك ملقاف، لان في احجام ما بتطلعش، في احجام بتاخد الارمه كلها وتمشي، فلازم يبقى جنبك ملقاف. طيب بالنسبه بقى البولت هيشتغل امتى وان الدنيا النظام ايه، ان شاء الله يا جماعه، هو اول ما بيشتغل بعد رمضان بامرك يا رب ان شاء الله، بتاخد احجام كبيره، بس الاحجام الصغيره دي ما بتبقاش فيه، قليله جدا، كله بيبقى سمك كبير، ممكن يربع وينسس وكلوات وكده بالطريقه بتاعتنا اللي شغالين بيها. بعدها بشويه كده يعني شهر ولا شهر ونص بيبتدي السمك ده يبخ، السمكه بتمنع، بيبقى فيه سمك بتاخد سمك بس بسيط، بتاخد لك مثلا بتاع من 3 اسابيع لشهر، السمكه هتتنها ايه بتبقى مريحه. بس في اول الموسم اول ما السمك بياكل بتاخد كله سمك كبير، وبعد ما بيبخ بتشتغل معاك بقى. بس السمكة البولتي بتشتغل معاك شهر 7 وشهر 8 و9 و10، الاربع شهور دول هم دول اللي بيشتغلوا معاك شغل كويس وبتاخد فيهم سمك كويس. وطبعا اشتغلوا الطريقة انا وصفها اللي هي بالعيش الفينو، ولازم العيش الفينو بيبقى عايم على الوش يا جماعة، العيش الفينو ما بيغطس تحت، العيش الفينو في أول الموسم بيبقى على الوش، بتاخد بيه أحجام ما بتطلعش من الميه. وطبعا احنا مصور لكم الفيديوهات، هو مش كلامه بس، يعني احنا ما بنقولش كلامه بس، يعني مصور لكم فيديوهات وموريينكم أحجام السمك عاملة ازاي اللي احنا بنطلعها، وإن شاء الله موسم خير بإذن الله، وهيبدأ بدري بإذنك يا رب إن شاء الله يعني. فلو حد كمان عايز أي معلومة في أي حاجة يبقى يسيب لي في التعليقات وأنا أقول له، واللهم صل على النبي. وان شاء الله بامر الله، في ناس ياما طلبت مني عايزين يعرفوا ايه الاخبار هناك. طبعا يعني احنا بصينا على الميه، طبعا لسه الميه مش كويسه قوي وعاليه، ولسه السمكه ما كلتش، عشان بس ما حدش يروح على الفاضي، لسه شويه يعني اصبروا كده بس، عدوا رمضان وان شاء الله هتلاقوا ايه، اول ما هنزل لكم الفيديوهات هتلاقي الفيديوهات نازله ورا بعض وكله هيتراضى باذن الله. ونختمها بحلوة صلاة النبي تملى القلوب ياما، يا عم صل على النبي لآخر يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.